تدعم وحدتين عسكريتين للجيش الإسرائيلي. سنة 2005 دعمت وحدة عسكرية اسمها وحدة إزوس. الوحدة العسكرية دي وحدة دبابات وناقلات جنود. الوحدة دي من 2005 شاركت في العدوان الأخير على غزة، وكان ليها وجود رئيسي في عدة مناطق وقع فيها شهداء، وتم تدمير بيوت بكاملها. يعني مثلا في دير البلح، ده كلام على قائد العسكري لوحدة إزوس نفسه، بيقول إنه في دير البلح كان في استهداف مباشر من وحدة إزوس المدعومة من شركة أورنج لبيوت، وتم هدمها بالكامل. بالإضافة لذلك، يعني مش في دير البلح، في خان يونس كان ليهم عملية في خان يونس. جالهم أوامر هما بيعملوا عملية في خان يونس أيام اختطاف جندي أيام الحرب أو أيام العدوان بالأصح. جالهم أمر مباشر إن هم يسيبوا العملية ويتحركوا مباشرة علشان وحدة جبعاتي اللي تم فيها أسر الجندي، يعني يساعدوهم، ينضموا ليهم ويساعدوهم. في المنطقة اللي تم فيها الاختطاف في بروتوكول اسمه بروتوكول هانيبال. البروتوكول ده بيقول ادخل المنطقة اللي تم فيها أسر الجندي، صفي المنطقة بالكامل حتى لو الجندي تم قتله. يعني أسهمها يعني اتباعت على مراحل، كانت آخرها شهر فبراير اللي فات. شركة أوراسكوم أعلنت إنها خلاص يعني غير مسؤولة عن شركة موبي نيل بشكل مباشر أو غير مباشر، إنه تم بالكامل بيع الشركة لشركة أورنج بنسبة، يعني تملك فيها نسبة 98.92% في المية من أسهم شركة موبي نيل. دلوقتي هنتكلم عن كيفية المقاطعة، ازاي نقدر نقاطع موبي نيل، ازاي نقدر نتضامن عشان نقف مع حقوق الشعب الفلسطيني.